عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا الصفحة 207 و208 دائما من الكتاب ديال مرشدي في اللغة العربية ديال السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. نبداو على بركة الله، بلا ما نطول عليكم. نتمنى أنه دائما الكتاب ديالك يكون حداك باش الحاجة اللي ما تتبانش لك هكايا في الفيديو تبان لكم في الكتاب، وعاوتاني باش تخدموا بقلم رصاص ونصحوا مجموعين. اذا دائما بعد ما تنقراو النص مزيان، اول سؤال اصغي الى قراءه استاذ واستاذتي، خلاص عرفناه. ثم السؤال الثاني، اقرا بطلاقه مع اصدقائي وصديقاتي. اذا نقراو هذه الفقره مجموعين. الليل في الصحراء جميل، الناس اعتادوا على السمر في ساعاته كما كانوا منذ زمان. عندما وصلنا الى بيت عمي استقبلتنا الأسرة بحفاوة، وشربنا كؤوس شاي لذيذ على أنغام موسيقى صحراوية ذات إيقاع جميل وغناء عذب باللهجة الحسانية. إذا نفخر قروها مزيان. ندوز الأول سؤال عندنا، أضع كل كلمة من الكلمات الآتية: قبل، قابل، استقبل، في المكان الفارغ. اذا عندنا ثلاثه ديال الجمل، غنشوفوا المعنى اللي غادي يجي معهم اكثر. الى لاحظنا ان هذه الكلمات بثلاثه تقريبا عندهم نفس الحروف القاف والباء واللام، ولكن ملي تنبدلوهم هكا ولا تزيدو لهم حروف جد تيتبدل المعنى. الفريق ان العب معهم، ابي الضيوف، فريقنا منافسه. اذا هنايا شنو نقولوا؟ قابل الفريق أن ألعب معهم، ولا قابل الفريق أن ألعب معهم، ولا استقبل الفريق أن ألعب معهم. إذا تنظن واضحين كل واحدة شنو غادي ديروا فيها. هو كالتالي، إذا الجملة الأولى غنديروا لها قابل، قابل الفريق أن ألعب معهم. الجملة الثانية، استقبل أبي الضيوف، فوالا هي استقبل أبي الضيوف. والأخيرة، قابل فريقنا منافسهم. وهكا يكون من الاول تالا. جزء ثانيا، اختار المرادف المناسب للكلمه الملونه. اذا دائما تتكون عندنا واحد الكلمه ملونه وتيكون عندنا اختيارات، ثلاثه ديال الاختيارات، غنختاروا شكون فيهم اللي عندها نفس المعنى معها. اعتادوا، اعتادوا هي ولفوا على شي حاجه، اعتادوا. اذا واش هي المعنى تاعها اعتادوا ولا اعتدوا ولا الفوا ولا تجاوزوا؟ تنظن بحال الدارجة ديالنا. إذا ألفوا، تنقولوا ولفوا، اعتادوا مثلا، اعتادوا على شرب الشاي، ولفوا على أنهم يشربوا آتاي، إذا ألفوا. طازج، طازج المعنى تاعها هو في الحقيقة عنده زوج المعاني، ولكن حنا نشوفوا المعنى الأقرب والأزون الأفضل لهذه الكلمة. عندنا مطبوخ، بارد، طري. إذا طازج اقرب كلمه او لا اقرب معنى هو طري. مثلا فاكهه طازجه يعني فاكهه طريه، طيبه مزيان، ما حامضاش ما قاصحاش، يعني طريه. هات نقولها بالدارجه، طريه طازجه. ثالثا، اكتشف الكلمه الدخيله في قائمه طبيعه الصحراء. دعنا مجموعه تاع الكلمات: كتبان، كثبان، رمال، شاطئ، بحر، ليل، غابه، ناقة. إذا هنايا مجموعة تاع الكلمات كنا فيهم اللي ما جايش مع الطبيعة ديال الصحراء، وكاين هنا واحد الخلط. واش على حسب أشنو مذكور في النص؟ لأنه مدينة العيون كاينة في الصحراء المغربية. إذا على حسب أشنو مذكور في النص كاينة واحد الكلمة هنا اللي دارها صحيحة اللي حيدها صحيحة. إذا وحدة بعدا هي ما كايناش في الصحراء، هي الغابة. الغابة ما غنلقاوهاش في الصحراء، سواء هيتها صحراء كانت كيما بدكم ما فيهاش الغابه، لان الغابه فيها الاشجار، الاشجار يعني كاين الماء، والصحراء هي ما فيهاش الماء. اذا كاينه الغابه، كاين اللي غادي يحيد الشاطئ. الشاطئ ماشي من قائمه ديال الصحراء، ولكن مثلا بحال الصحراء عندنا في الصحراء عندنا في المغرب راه كلها تطل على الشاطئ ديال البحر، الداخله بوجدور العيون كبيرة كلهم. وحتى في النص كاين انه مدينه العيون تخرجوا من المدينه تنخرجوا نتسراو على برا هنايا عند الكتبان تلقاو الشاطئ. اذا الكلمه اللي نقدروا نضربوا عليها هي الغابه.
رابعا، استعمل الكلمات الآتية في جمل. إذا عندنا هذه الكلمات: خلالها، لقد، غير، ناظري، كثبان. إذا دائما أنا سنحاول نعطيكم جمل، أنتم كما العادة بغيتيهم حتى تحتفظوا بهم تتغيروا منهم كلمات، تزيدوا أو لا تنقصوا، أو تنعطيكم فكرة الجملة أخرى أحسن عاوتاني. صافي. إذا الاقتراحات اللي نعطيكم اليوم بالنسبة لخلالها: أحب الرحلات المدرسية لأنني أتعرف خلالها على أصدقاء جدد. الكلمة دي لقد: لقد زرت مدينة الرباط عدة مرات. غير: تناولت الخضر غير الطماطم، يعني من غير طماطم، كي تكونش الخضر اللي كاينين مثلا في الطبصيل من غير الطماطم مثلا. ناظري مثلا، شي ام هادي كتهضر مع الابن ديالها تقول له: لا تغب عن ناظري يا بني. او نقدروا: استمتعت او لا استمتع بناظري، يعني ناظري يعني الشوفة ديالي، متى نشوف شي حاجة هذه هي ناظري، او لما ننظر شي حاجة قدامي، المهم داكشي تنشوف قدامي. كثبان: توجد الكثير من كثبان الرمل في الصحراء. نكتبوا كثبان الرمل في الصحراء بواحد الثرى، جملة مزيانة. هذا كان هذوما الاقتراحات ديال اليوم تاع هذه الكلمات. نمروا للموالي: اكتشف ما لم يذكر في النص. اذا هنا عندنا مجموعة تاع العبارات نقراوهم: مطار المسيرة، ساحة المشوار، المسجد الكبير، كثبان الرمال، شارع مكة، ساحة المسيرة، شارع سمارة، المرسى، الميناء، والشاطئ. اذا الا قريتيو مزيان النص، شنو هي العبارة اللي ما كايناش في النص؟ شنو قلتو نتوما؟ اذا اللي ما كاينش هو شارع سمارة، هو اللي ما كاينش، لم يذكر في النص. اذا مطار المسيرة، ساحة المشوار، المسجد الكبير، كل شيء هادو تذكروا في النص، من غير هاد شارع سمارة ما تذكرش. ثانيا، اضع العلامة امام الجواب المناسب. اذا دائما تعطيوني هنا الجملة واعطينا اختيارات، حنا نختاروا المناسب. سافر الولد الى العيون خلال، امتى سافر؟ واش عطلة الربيع، ولا عيد الفطر، ولا عطلة الصيف، ولا عيد الاضحى؟ إلا قريتيو النص هتلقاو بأنه سافر في عطلة الربيع، العطلة الربيعية. سافر الولد إلى العيون بواسطة، باش سافر؟ واش سافروا بالقطار، ولا بالطائرة، ولا بالحافلة، ولا بالسيارة؟ سافر بالطائرة. جيد. الذي استقبل الأسرة في العيون هو، من الذي استقبلهم في مدينة العيون؟ واش هو الجد، ولا الخال، ولا العم، ولا الأخ؟ إذا اللي استقبلهم هما هو العم، عم. ذهب الولد إلى العيون، من العيون إلى، مشى من العيون لفين؟ للمرسى. المرسى هي جنب العيون، خرجتي من العيون وتمشي للمرسى. ثم ثالثا، أصل عادات أهل مدينة العيون بما يناسب. إذا هنايا عندنا شنو تيديروا، شنو كل حاجة شنو تيديروا مع بعض العادات في مدينة العيون. في ليل الصحراء، اشنو تيديروا في ليل الصحراء؟ واش سماع انغام موسيقيه صحراويه، ولا استعمال اللهجه الحسانيه، شرب حليب الناقه الطازج واكل ثمر لذيذ. الناقه هي كاين الجمل، مرات الجمل هي الناقه. ثم شرب كؤوس الشاي اللذيذ، او لا السمر والتجول مع الاهل والابناء. اذا في ليل الصحراء السمر والتجول مع الاهل والابناء. اذا في الاقاليم الجنوبيه تقريبا كلهم تالليل عادة تخرجوا الوليدات ديالهم، يعني واخا كاين في المدينة، راه ملي تنقولوا الصحراء ما تنهضروش على الصحراء على الرمال وهذا، لا راه كاينة مدينة دونك، ولكن كيبقى نفس دوك العادات كيبقاو نفسهم، يعني تالليل حتى كيبرد، لأنه الجو تيكون تما سخون بزاف، يعني تالليل الناس ربع المرات حتى كيفوت العشاء عادة تيخرجوا تماك وتيخرجوا الوليدات ديالهم باش كيتبردوا ويتنفسوا شوية على برا. عند استقبال الضيوف يتم شرب كؤوس شاي لذيذ. دائما اي واحد عند اهل العيون او اهل ديال الاقاليم الجنوبيه كامله عندنا في المغرب يتم شرب كؤوس شاي لذيذ جدا. عند الاحتفال بالمناسبات، اذا ملي تكون عندهم مناسبات الاعراس او الاسبوع او اي حفلات عندهم، فهم يستمعون لسماع انغام موسيقى صحراويه، ضروري كيكونوا الاغاني الصحراويه تيكونوا.
خلال التحدث والكلام، يعني ملي يكونوا تيهضروا اهل العيون او اهل الاقاليم الجنوبيه، استعمال اللهجه الحسانيه. ثم خلال الغذاء يتم شرب حليب الناقه الطازج واكل تمر اللذيذ. هنا واحد الحاجه بين عند استقبال الضيوف وخلال الغداء، راه ممكن تقلبوا هادو شرب حليب الناقه وشرب كؤوس الشاي اللذيذ. كيفاش؟ خلال الغداء ممكن ديروا شرب كؤوس الشاي اللذيذ، هذا خلال الغداء ممكن ديروها مع شرب الحليب او مع شرب كؤوس الشاي اللذيذ، حتى هذه راه صحيحه، لانه الشاي تما كيتشرب ديما. اذا خلال الغداء ممكن ديروا شرب كؤوس الشاي اللذيذ، راه حتى هي صحيحه. وعند استقبال الضيوف نديروا شرب حليب الناقه الطازج واكل تمر اللذيذ، حتى هي عند يعني من تيكون استقبال الضيوف تيكون بحليب الناقه والتمر. صافي فهمتوا عليا؟ عند استقبال الضيوف نقدروا نديروه حتى هادي، يعني نتوما ديروهم بزوج، ديروا هادي ديال شرب كؤوس الشاي وكذلك شرب حليب الناقه، بزوج بهم صحاح. وهكذا نكونوا سالينا الحصه، نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التتمه اللي هي الصفحه 209 و210. الى اللقاء.